تحت الأقباط ومستقبلهم السياسي في مصر. بعض المؤرخين الأقباط يؤكدون أن ثورة يوليو قتلت في الأقباط روح المشاركة السياسية، حيث تم منعهم من تولي مناصب قيادية، واقتصر تواجدهم السياسي على تعيين أعضاء مسيحيين في مجلس الشعب وفقا لهوى رئيس الجمهورية. ثم ألقى الرئيس كلمة تحدث فيها عن الثورة والدين، فقال إن الثورة قامت على المحبة ولم تقم على الكراهية والتعصب. الثورة قامت وهي تدعو إلى المساواة التي نادت بها الأديان السماوية. وقال الرئيس: نحن نفخر بأن بلدنا ليست فيها طائفية أو تعصب أو فساد. في سبعينيات القرن الماضي بلغ التوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين ذروته بأحداث الخنكة والزاوية الحمراء، وحينها فضل المسيحيون البعد عن المشاكل والمهاترات والتزموا الصمت السياسي. وأنا واثق أننا كلما التقينا، كلما زدنا ترابطا وزدنا تماسكا، وكلما فهمنا بعضنا البعض بأسلوب أوسع، وكلما كان لهذا الأمر تأثيره على أولادنا من المسيحيين والمسلمين. منذ ذلك الحين لعبت الكنيسة دورا محوريا في توجيه إرادة المواطنين المسيحيين، وفي كل مناسبة انتخابية تدور الأحاديث حول أسوار الكنيسة عن صفقات انتخابية تبرم بداخلها، طارة مع الحكومة وطارة مع أعدائها، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي كانت وقتها محظورة. حاول السياسيون من المسيحيين مرارا تخصيص كتث للأقباط داخل البرلمان، ولكن محاولتهم باءت بالفشل. وفي مطلع يناير الماضي شهدت المشاركة السياسية للأقباط طفرة غير مسبوقة. تمرد الأقباط على الكنيسة وخرجوا لأول مرة في مظاهرة حاشدة خارج أسوار الكاتدرائية للمطالبة بحقوق سياسية. وأمام ماسبيرو أعلن المسيحيون عن تشكيل أول حركة سياسية تعبر عن مطالبهم، حركة اتحاد شباب ماسبيرو، تعمل في السياسة بعيدا عن الكنيسة، تضغط من الشارع على المجلس العسكري والحكومة لتنفيذ مطالب الأقباط. وبالفعل نجحت الحركة في الحصول على بعض المكاسب الخاصة فضلا عن دعوتها المؤثرة وقدرتها على الحشد في مليونيات ميدان التحرير. وصل الطموح السياسي للمسيحيين في مصر ذروته، حيث طلبوا بدستور يكفل وصول قبطي لرئاسة الدولة، بل دعت مجموعة من الأقباط إلى إنشاء حزب سياسي يعتمد على الشريعة المسيحية ويستمد تعليمه من الكتاب المقدس أسوة بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. فإلى أي مدى يصل طموح الأقباط؟ ياسمين الضوي، قناة التحرير. على مدار 30 سنة الماضية كانت علاقة المصريين الأقباط بالسياسة والعمل الحزبي تحيط بها علامات استفهام كبيرة، وكانت دائما الاتهامات تلاحقهم بالعزلة والغياب عن المشاركة السياسية. وكانت مبررات العزلة في نظر البعض إما لأنهم يشعرون بالتمييز والتهميش، أو لأن قيادات الكنيسة كانت تفضل عدم الاصطدام بالنظام السابق، بل كانت تعتبر حليفا لهذا النظام ومؤيدة لتوريث السلطة. بعد الثورة عاد الأقباط للمشاركة بقوة، وكانوا في الميدان إيد واحدة مع إخوانهم المسلمين، وشاركت رموز السياسة في الأحزاب الوليدة، المصريين الأحرار أو الحزب المصري الاجتماعي. ثم فوجئنا مؤخرا بدعوات قبطية لإنشاء حزب جديد أعلن صاحبه بأنه سيكون حزب من أسماهم المهمشين سياسيا وعقائديا في مصر. فهل نحن أمام حزب قبطي أم ديني أم طائفي؟ معنا للإجابة
على هذا السؤال المهندس مايكل منير الناشط السياسي ووكيل مؤسسي حزب الحياة واللي بيعد من أبرز الوجوه المصرية والقبطية في المهجر واللي خاض مواجهات كثيرة مع النظام السابق حتى عاد إلى مصر على فترات قبل الثورة ثم استقر بشكل أكبر بعد الثورة في مصر. لماذا لا ينضم هؤلاء المهمشين للأحزاب القائمة؟ سؤالي الأول للأستاذ مايكل منير بعد أن أرحب بزيك مايكل. ازيك؟ أنا مش عارف أبتدي منين ولا منين يعني. في مقدمتك هتلاقيها في مقدمتي ولا هتلاقيها في كلام الدكتور سعد ولا الدكتور سعد. ابدأ زي ما أنت عاوز. ولا من الاتهامات يعني أنت سائل في مقدمتك أن الأقباط عزفوا عن المشاركة السياسية. فأول ما يجوا يشاركوا سياسيا لازم الاتهام الأولاني أن هم أقباط يعني بيشاركوا بصفاتهم القبطية. لا يعني حزب الحياة حزب زي ما تقال 100 مرة أولا مؤسسين ومعظمهم مسلمين عشان نبقى واضحين. عظيم دي معلومة مهمة جدا. ويعني كبير المؤسسين بتاعنا الدكتور حسن الله الكفراوي راجل لا غبار عليه في وطنيته طبعا. ثانيا الحزب لم يتطرق في أي لا في كلامي ولا في تصريحاتنا ولا في أي حاجة احنا قلناها إن ده حزب قبطي أو حزب للأقباط أو حزب زي ما حضرتك كنت اديت ثلاث احتمالات طائفي ديني أو عقائدي هو ولا ده ولا ده ولا ده هو حزب سياسي بحت. يعني لما الدكتور ابو الغار عمل حزب المصري الديمقراطي ومعه مجموعه من الناس اغلبيتهم اقباط محدش قال انه حزب مسلم عشان محمد ابو الغار عشان هو مسلم. يبقى لما مايكل منير يقول ان هو هيعمل حزب مش لازم الناس تقول انه حزب مسيحي. طب انت قول لنا الحزب ده فكرته جت ازاي واساس نشاته ايه؟ هو زي ما حضرتك قلت الفكره انا منذ يعني عودتي اولا عايز اصلح حته تاني ان انا في مصر من 2007 مقيم بصفه دايما وبرجع امريكا زي قبل الثوره زي بعد الثوره فترات متباعده عشان اتابع مصالح هناك شغل. لكن شكرا لعصر الانترنت بقدر اعمل كل حاجه في شركتي في امريكا من هنا يعني. فانا متواجد قبل الثوره وخلال الثوره وانا كنت من اوائل الناس اللي في التحرير والناس كلها شافتني وده حاجه وشاركنا في الثوره زي كل الناس وعملنا اول يوم اول صلاه يوم الاحد اللي اتقال عليها قداس يعني ما كانتش قداس فكانت صلاه. وانا كنت من الناس اللي نظمت دي. فاحنا مشاركين في الثوره واحنا ناس موجودين في مصر وبنشتغل. ففكره ان انا مهجري وجيت من المهجر عشان اعمل حزب دي مش عايزينها توصل للناس او جيت عشان اشارك في السياسه. فانا رجعت مصر من 2007 وانا مشارك بشكل فعال من خلال مؤسسه ايد فيد من اجل مصر في الحياه السياسيه من خلال تدريب وتثقيف المهمشين في مصر. المهمشين في مصر مش اقباط. اللي هم مين؟ اللي هم مراه شباب اقباط نوبيين بدو. فأول حاجة عملناها المشاركة كانت في الانتخابات اللي فاتت بتاع 2010 في ظل النظام السابق ان احنا كمؤسسة دربنا 20 كادر غالبيتهم من المسلمين فيهم أقباط فيهم كل الفئات المهمشة دي واديناهم دورات تدريبية وسفرناهم بره وأهلناهم ان هم يخشوا الانتخابات اللي فاتت كمستقلين. فالحزب هو منظومة وامتداد لشغلنا اللي احنا عملناه. احنا في الوقت الحالي في مؤسسة ايد فيد من اجل مصر دربنا 75 مرشح عشان ينزلوا الانتخابات اللي جاية. 75 مرشح فيهم ويمكن الدكتور سعد يقول لك خمسة من الاخوان مثلا فيهم ناس من كل التوجهات المصرية جميع الاحزاب المصرية. فاحنا ما بنشتغلش على اساس طائفي. انا شخصيا ما بشتغلش على اساس طائفي. قول لي طيب يا مايكل امال كان الدافع ايه؟ يعني هل مثلا ان الاخوان عملوا حزب ثم السلفية عملوا حزب ثم أخيرا الجماعة الإسلامية بتعمل حزب فهل ده كان الدافع بتاعك أنت لإنشاء هذا الحزب أم هناك دوافع أخرى؟ لا 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 ده ملوش دعوة ولا بالإخوان ولا بالسلفية ده بالعكس هو ليه دافع بالأحزاب الليبرالية المتواجدة. مع كل حب واحترامي ليهم أنت لو تبص للأدوات الجديدة اللي نشأت بعد الثورة في الأحزاب هتلاقي مثلا حزب زي المصريين الأحرار بالرغم أن هو حزب اتصرف عليه كتير وليه 8-9 شهور شغال في الساحة عنده 100,000 عضو في اعداد الارقام اللي احنا بنتكلم على 50 مليون ناخب و18 مليون نزلوا للتصويت ده مش رقم كبير في العضويات وباقي الاحزاب اقل من كده. فبالتالي ده معناه انه هناك فئه كبيره من الشعب عازفه عن المشاركه في الحياه السياسيه وده معناه ان الباب مازال مفتوح في احزاب كتيره ثانيه ان هي تخش وتشتغل في العمليه السياسيه. اذا كان مايكل منير بعض الناس هينجذبوا الى حزبه سواء كانوا اقباط ان كانوا مسلمين كانوا معاقين كل دول مهمشين. انا ما هياش تهمه ان الحزب يبقى فيه اقباط. مش بقول للاقباط لازم انت تيجي وتجيب معاك اتنين مسلمين او تجيب معاك اتنين مسيحيين ولا انا بقول للناس اللي عايز يخش يخش ان شاء الله يبقى كله مسلمين ان شاء الله يبقى كله مسيحيين لانه لو هنشتغل على اساس ديني ما احناش هنقدر نخلص في البلد دي. ففكره انه بعض الاخوه في الاعلام طالما واحد مسيحي طلع بحزب لازم يلبسوه زي ما حاولوا يعملوا مع حزب المصريين الاحرار هذه التهمه انه ده حزب قبطي. طب ما يبقى حزب قبطي كلمة قبطي معناها مصري
فهو حزب مصري. لو الناس خايفه ان الاقباط هيشاركوا في الحياه السياسيه، هم مصريين من حقهم انهم يشاركوا في الحياه السياسيه، من حقهم انهم يخشوا احزاب. انا مش بقول ان الحزب للمسيحيين، لكن بقول ان حتى لو الحزب دخلوه كله مسيحيين، الناس مش مفروض تقلق، لان هذه هي مشاركه رأي سياسيه. طلع قال لك طب ليه الدعوه جايه من احد النشطاء السياسيين اللي كانوا عايشين في الخارج فتره طويله، ما جانش من حد من الداخل؟ ردك على النقطه دي ايه؟ انا اولا زي ما قلت لحضرتك انا عايش في الداخل من 2007، فمشارك في العمليه السياسيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه انا مصري، كون ان انا عشت بره في الفتره ده ما شالش مصريتي. لو تبص على تلت الدخل القومي اللي داخل مصر دلوقتي هو من المصريين في الخارج، سواء كانوا مسلمين او مسيحيين. الناس هنا وبعدم ذكاء عايزين يسلبوا الحقوق السياسيه من الناس اللي عايشه بره، مع ان الناس اللي عايشه بره في فتره من الفترات، وهي الفتره اللي احنا فيها حاليا من الثوره لغايه دلوقتي، هما العمود الاساسي اللي شايل الاقتصاد المصري. انت بتتكلم على انت عايزني ادفع لك تلت ايجار البيت بس ما ينفعش اسكن في اوضه فيه. فاللي بيعملوه ده الناس اللي بتقول دعوه تمو الاخوان اموالهم وفلوسهم وشركاتهم كلها جايه من المانيا ومن سويسرا، وقياداتهم كلها اشتغلت بره. يعني هل نقول ان مصريتهم حتى الناس بره؟ المعلومات على مسؤوليتك، انا ما عنديش هذه المعلومات. يعني اول مره اسمع هذه المعلومات. انا بقول انه لان معروف ان الاخوان مصادر تمويلهم داخليه ومن خلال مشروعاتهم اللي بيعملوها، واحنا يعني مش جايبين فلوس من بره، احنا كل مصادر تمويلنا داخليه ومن خلال المصريين داخل مصر. حتى المصريين خارج مصر لو حبوا يشاركوا في العمل السياسي اهلا بيهم، لكن انا مشارك في كذا لجنه من ضمنها اللجان. طب انت مصادر تمويل حزبك ده منين؟ ده شخصي لغايه دلوقتي، لكن اتمنى يعني في شخص يقدر يشيل الحزب بالكامل بكل ميزانيه. احنا مبتدئين زينا زي ناس تانية. الحزب بيصرف، مش هقول لك مش بيصرف، ومصاريفه كتيره، لكن انا اتمنى ان انا اقعد اصرف على الحزب طول الوقت. لكن تعودي من العمل السياسي مع المصريين بصفه عامه ان احنا شعب عايز يشوف نتيجه قبل ما يتحرك. لما تقول له تعالى تبرع عشان نبتدي حزب يقول لك مايكل مون بيلم فلوس عشان الحزب، فانا عشان اتفادى. طب ترد بيه على الاقاويل اللي بتقول ان هذا الحزب، حزب مايكل منير، هو حزب اقباط المهجر، ممول من قبل اقباط المهجر، وليس يعني تمويله كما يقول مايكل في تصريحاته الصحفيه انه من حسابه الشخصي او من حسابه الشخصي. اللي عايز يجي يبص، انا واثق ان اقباط المهجر لهم يد في انشاء الحزب. ولا شخص في اقباط المهجر لا ليه يد، لا فكريا ولا ماديا ولا معنويا. يعني انت لو شفت كنت لقيت الحركات في اقباط المهجر تبنت الحزب، مفيش حد من الحركات دي لغايه دلوقتي لا تبنى الحزب ولا دخل الحزب. واتحدى ان حد يطلع يقول لك انا تبرعت لهذا الحزب ب 50 قرش. ف الفترات اللي احنا فيها ما هياش مكلفه للدرجه اللي الناس بتفكر ان هي مكلفه، يعني مش محتاجه نجيب سويرس عشان يشغل مصر حزب زي المصريين الاحرار. لكن احنا عندنا استراتيجي معينه، لما بنروح مكان ولا عايزين نفتح مقر في المنيا زي ما فتحنا مقر المنيا، بنلم الناس اللي موجوده هناك. انا هفتح المقر، انا هاسس المقر، انا هجهز المقر، انتوا بقى تكفلوا بالمقر في المراحل القادمه. ايه النقطه؟ دايما انا بلاحظ في مع الاحزاب كلها المشكله بتبقى في تشابه البرامج. ويمكن اللجنه يمكن تجاوزت الموضوع ده شويه الفتره اللي فاتت. انا شايف الاحزاب ما شاء الله بتطلع كتير، لكن برضو نرجع لنفس النقطه اللي هو في الاخر الناخب اللي هيختار بناء عليها مرشحينه من هذا الحزب هيتساءل ايه النقطه اللي بتميز حزبك، حزب الحياه، عن اي حزب اخر قائم في مجال العمل السياسي؟ هي نقط كتيره مش نقطه واحده. يعني احنا عندنا حاجه بنعتمد فيها على التنميه الشامله. مصر مشكلتها ان احنا نمينا الصناعه في الفتره على حساب التنميه الزراعيه، قتلنا الزراعه. بدل ما كنا بنصدر قطن ما بنصدرش قطن، بدل ما كنا بنستورد 4 طن قمح، 4 مليون طن قمح قبل مبارك ما خد الحكم، بقينا بنستورد 8 مليون طن قمح. ده احد المشاكل بتاعتنا. يعني قتلنا صناعات زي صناعه الالومنيوم، صناعة الغزل والنسيج، صناعة الكتان. عندنا مشكلة هي مشكلة التانل فيجن في مصر، ان احنا بنبص في الدائرة المغلقة. احنا عندنا برنامج خاص اسمه تنمية شاملة في جميع القطاعات، موجود على الموقع عندنا بحوالي حاجة و50 صفحة. هي مبادئه، عشان برضه لازم اشرح حاجة للناس، انه مفيش حزب لغاية دلوقتي حاطط برنامج متكامل. برامج الأحزاب بتاخد فترة ودراسات من متخصصين، وبتاخد يمكن سنين عشان تقدر تعمل برنامج تقود بيه دوله. لان مش بتعمل برنامج عشان تعمل حزب عشان تروح تعارض عشان تاخد ربع كرسي مجلس الشعب. انت بتعمل برنامج عشان تقود دوله وتقدم فكر جديد. فاحنا حاطين حاجه في الزراعه مثلا، موضوع الري بالتنقيط، ادخال ثقافه الزراعه الافقيه، محافظه على رقعه الاراضي الزراعيه، استصلاح الاراضي واعطاء الاراضي للمصريين بدل الاجانب، للشباب المصري. يعني احنا ادينا الاراضي في توشكا وغيره لناس استزرعت 5% منها و1% منها وما عملش حاجه بالباقي، والشباب بتاعنا مش لاقي شغل. في آليات ودراسات
كتيرة بره ممكن نستخدمها في مصر، وكنا حتى بنتكلم في المجلس الوطني على استيراد بعض هذه الآليات، وإن احنا نعمل نموذج إن احنا نشغله في الصحراء الغربية أو الشرقية ونشوف إيه اللي ممكن يحصل. فاحنا عندنا برنامج تنمية متكامل الناس ممكن تطلع عليه، إلى جانب التنمية البشرية طبعا شيء مهم جدا برنامج، إلى جانب التركيز على المهمشين. انا بقول انه حزب المصريين كلهم، لكن هذه يعني الفئات برضو عندها مشاكل. انت محدش انت وضحت لي المهمشين المقصودين، قلت لي النوبيين مثلا مظبوط، قلت لي قلت لك المرأة، قلت لك الشباب. الشباب 60% من الشعب المصري شباب، ومفيش تركيز قوي على الشباب ولا على إدارة الشؤون السياسية في مصر. انا خدت مجموعة من الشباب معانا وروحنا السويد بعد الثورة، مجموعة من شباب الثورة، وشفنا الشباب السويدي بيعمل ايه. انت ممكن تترشح لمجلس إدارة مؤسسة حزبية وانت عندك 12 سنة في السويد، تترشح لمجلس الشعب وانت عندك 12 سنة. شايف النهاردة مثلا شادي الغزالي حرب توافع على الحزب خاص بيه، شادي أغلب الأعضاء اللي معاه شباب، وبرضه من ضمن أهدافه يعني تكريس فكرة أن دور الشباب في مجال العمل السياسي بعد الثورة مثلا. ما هو لو على الحال ده يبقى مصر محتاجة حزب واحد أو حزبين، اللي هو الحزب ديني وحزب ليبرالي، لكن هناك تباين في الافكار. انت موافق اولا على فكره الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه؟ لا طبعا انا ارفض الفكره دي بتاتا. وانت لما سالت الدكتور سعد وقال لك انه في الدستور، لا ما فيش حاجه في الدستور اسمها احزاب ذات مرجعيه دينيه، ومفروض ان لجنه شؤون الاحزاب تعيد تقييمها لكل الاحزاب اللي هي بتتكلم على اساس ديني او مرجعيه دينيه او بتستخدم طائفيه في كلامها. يعني احنا بنسمع تصريحات من قيادات حزبية عن الأقباط وغيره، بس الإخوان بيتكلموا عن دولة مدنية، بيتكلموش عن دولة. والدولة المدنية عند الإخوان هي الدولة الذي لا يحكمها العسكر، ما هيش الدولة المدنية بتعريف الأحزاب الليبرالية. فهناك تعريف مختلف عن الدولة المدنية هنا والدولة المدنية. قد يكون ده تفسيرك أنت. لا 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 لا, لا, لا بسمع تفسيرتهم. لا 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 ده تفسيرتهم اللي هي المعلنة. أنا دخلت مع كتير منهم خيرهم الدكتور أحمد بارك في حوارات في برامج تلفزيونية كتيرة، وفهمت وجهة النظر كويس أوي. فأنا عارف إن الدولة المدنية الدولة اللي يحكمها العسكر بس. يعني أنا مش عارف، أنا يعني ما أعتقدش ده اللي فهمته من كلام الدكتور سعد، لكن خليني أسألك إيه الضمانات اللي أنتوا عايزينها عشان تخوضوا انتخابات البرلمانية القادمة، وهل أنتوا مستعدين؟ يعني مثلا بتتكلموا في كم مقعد في البرلمان عايزين تاخدوهم في الانتخابات القادمة؟ إحنا طبعا عشان النشأة الحديثة ما احنا بنحاول نبقى مستعدين. احنا من حظنا كويس ان احنا عندنا علاقات كويسه مع المرشحين، دي علاقات شخصيه للنظر العمل السياسي اللي انا بعمل فيه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا. بندرب مرشحين ومدربين حوالي 400 شاب على تنميه الاحزاب السياسيه بصفه عامه لجميع الاحزاب، فعندنا ارضيه كويسه في العمل السياسي. انما الضمانات لو تبص على القائمه، الدوائر المتقسمه دلوقتي فظيعه. يعني انت بتطلب من مرشح واحد ان يكون معلوم لدى مئات القرى، وفي شهرين او ثلاثه من تاريخ اصدار القرار بتاع الدوائر ده، ازاي واحد هيقدر يلف على الناس دي كلها ويتعامل معاهم؟ وبعدين موضوع ان المرشحين ينزلوا كمستقلين وبعدين ينضموا الى احزاب، ده لازم يتنهي كليه. انت رافض فكره المستقلين تماما؟ انا رافض فكره المستقلين. واذا كان هيكون في مستقلين، المستقل ينزل يفضل مستقل لغايه الدوره ما تنتهي. ما ينفعش ان الاخوان ينزلوا ب 30% قائمه و 30% مستقلين، ولا الحزب الوطني ينزل ب 30% مستقلين و 30% يروحوا مع قيادات الحزب الوطني اللي عملت احزاب سياسيه. فاذا كنا هنقول مستقلين يبقى ما، وبعدين الناس اللي هي افسدت الحياه السياسيه وشاركت ونزلت على قوائم الوطني، الناس دي لازم، او حتى نزلت في الترشيحات الداخليه للوطني، الناس دي المفروض ان هي تمنع من المشاركه السياسيه حتى ولو للفتره اللي جايه فقط. لانه الناس دي السياسه اللي حاصله في الصعيد وبحر وابلي هي عزوه، ما هوش وطني. الناس كانت بتخش الوطني عشان خاطر الوطني، لكن دول كونوا مراكز قوه، فمن الصعب جدا انك انت هتقدر تطلع مرشح قلبه على البلد من تحت هذه المراكز القوه، الا اذا منعت مركز القوه ككل. يعني اللواء مش عارف مين في قريه ايه هينزل ابنه او ابن اخته او ابن عمه او ابن خالته، هي عائلاته معروفه والامن عارف الكلام ده كله كويس. والعصبيات اصلا بتحكم كمان، العصبيات والقبليات بتحكم طبعا، بس احنا مش هنمشي البلد بالعصبيات. يعني سياده القانون هي شيء من الاشياء المهمه اللي احنا بنفتقدها دلوقتي، فلازم نبتدي نطبق سياده القانون من دلوقتي. كان ليك تعقيب على كلام الدكتور سعد؟ لا كلام كتير، انا تعقيبات كتير على الدكتور سعد. هو قال كذا حاجه، اول حاجه ان الكنيسه فرضت عزله على الاقباط. يعني اهم التعقيبات اتفضل. الكنيسه ما فرضتش عزله على الاقباط، الاقباط من نفسهم لقوا الضغوط الخارجيه كبيره جدا ما قدروش يتمادوا معاها، ولقوا انه في
احداث ياما. يعني انا برضو بستغرب ان هو عايز فعلا كويس انه عايز يمد ايدين الاقباط والاقباط يمدوا له ايديه، بس هو كان فين حتى في الاحداث الاخيره؟ يعني احداث امبابا واحداث اطفيه واحداث دي كلها الاخوان ما كانش لهم دور واضح وما كانش لهم موقف قوي، وهم كانوا يستطيعوا في الوقت ده ان هم يطلعوا. تعقيب اخر على موضوع المليونات، هو كان بيقول المليونات كانت بتطلع على هدفه كلنا مع بعض، وبعدين الناس انفصلت. هم الاخوان اللي انفصلوا عن باقي الطوائف، ولما كنا بنطلع في التحرير وانا وقت الثوره كنت بتكلم من على المنصه بتاع الاخوان، لما دخلنا في موضوع الدستور اولا ولا لا، الاخوان هم اللي انفصلوا عن باقي الناس في التحرير، مش الناس هي اللي انفصلت. يعني عندي نقطه على موضوع الحوار مع الامريكان، وانا عندي معلومات في الموضوع ده. يعني اولا الدكتور قال انه الحوار تم لانه كان في لجان برلمانيه، وانا عارف ان هو كان قابل، لو نفى ان يكون في حوارات بتتم بين الامريكان، هو بيقول لك اللجان البرلمانيه كان لازم يحضر. ده بيتكلم يعني في العهد السابق لما قابل ستاني هوير اللي هو نائب رئيس الاغلبيه، وقال ان الامريكان هم اللي ضغطوا على الحكومه المصريه. يعني هل هو استمع برضه لضغوط الحكومه المصريه وكرئيس الكتله البرلمانيه راح بناء على ضغوط من الحكومه المصريه؟ هل احنا رجعنا الى الوقت الاخوان فعلا كانوا بيلعبوا مع النظام؟ يعني انا لسه من 8 شهور كنت سمعت تصريح للمرشد بيقول ان مبارك ابو المصريين كلهم، ولو جه جمال بالانتخاب اهلا وسهلا. يعني من امتى مبارك كان ابو المصريين وقت احنا كلنا بنلعب مش عارف ايه؟ فازاي هو عضو في البرلمان مستقل له استقلاله الذاتي ويسمح ان الحكومه المصريه تضغط عليه عشان يحضر اجتماعات او مفاوضات او ما لم يرغب فيها؟ اللي جانب انه بعد الثوره وانا اعلم ان هو قابل لجنه، مش لجنه برلمانيه، هو قابل عضو في مقابله خاصه بعد الثوره لسه ما فيش 3 شهور، عضو امريكي بارز، وهذا العضو كان حلقه وصل مع وزيره الخارجيه الامريكيه، فاللقاءات كانت وما زالت بتحصل. يعني الاخوان بقى يطلعوا ويقولوا ان هم فعلا على رقب بالامريكان وان هم بيتكلموا مع الامريكان، ودي حركه سياسيه دلوقتي خلاص. يعني على الاقل ما كانش الحزب على فكره انشئ لما اللقاء تم كالاخوان ومع الدكتور سعد برضه، فهناك لقاءات يعترفوا بها عشان موضوع المتغيرات اللي احنا شويه نشتم امريكا وشويه نقابلها في الخفاء وشويه نطلع نقول ان احنا هنهد امريكا وشويه امريكا هي العدو الاكبر شويه، لا نتكلم بقى على صراحه قابلنا الامريكان خلاص، قابلنا الامريكان في مفاوضات. مش هتطلع وزيره الخارجيه الامريكيه تقول ان في محادثات، بس انا مضطر بما انه هو مش معانا في الحوار نلتزم بكلام اللي هو قاله ان هو نفى تماما. لا ما انا بقول لكش، انا بقول لك بس على في اي اتصال بينه وهو نفى تصريحات هيلاري كلينتون او يكون في تواصلات او سريه او معلنه مع الامريكان. انا بقول لك على الحاجات اللي انا اعرفها كويس جدا، وانا عندي الاسامي والاوقات يعني. وانا على فكره كتبت مقاله في اليوم السابع 12 على موضوع الحوار الاخوان والامريكان وتاريخه كله، وذكرت اللقاء الاخير اللي تم. عموما احنا نتمنى ان الحزب الجديد حزب الحياه يكون له دور كبير في الحياه السياسيه، اتمنى ان هو ياخد يعني موقف واضح، وان هو انت نفيت لي النهارده ان هو حزب قبطي او له مرجعيه دينيه، لكن المهم النهارده انت شايف كيفيه بقى المشاركه الحقيقيه او المشاركه المنتظره من الاقباط في الحياه السياسيه بعد ثوره 25 يناير؟ يعني بص، بعد الثوره احنا حصل لنا كذا تراجع من في الشارع الابتبس عامه، انه الناس بدات تتلهي في موضوع الكنيسه دي اتحرقت، الكنيسه دي اتضربت، الاخوه السلفيين راحوا ضربوا مش عارف كنيسه فين، مش عارف مين طلع عمل فيديو قال دول كفره، ومش عارف مرشح رئاسه ايه قال دول مش هندفعهم الجزيه معلش. يعني الكلام ده للاسف لها الاقباط في اطفاء الحرائق، والتيار الديني اشتغل بقوه. انا بشوف الاقباط دول ما ينفعوش يكونوا حركه دينيه، ولا هم حركه دينيه طول عمرهم كانوا، هي حركه هم سياسيه، مجموعه سياسيه هي اهم هدف ليها تقويه الليبراليه. لا في يعني انت بتقول لي حزب ديني، انا مش ولا كلمه ببرنامجنا على حاجه اسمها ربنا بيقول لك اعمل ايه، ربنا مش بيقول لك اعمل ايه، ولا عندنا مرجعيه. وبعدين حتى في التقرير الاخت اللي عملت التقرير بتقول ان الاقباط كانوا عايزين يعملوا حزب على الشريعه المسيحيه، مفيش حاجه اسمها شريعه مسيحيه، المسيحيه ما فيهاش شريعه، المسيحيه فيها مبادئ. فبالتالي محدش عايز يعمل، ما نعرفش نعمل حاجه على الشريعه المسيحيه ولا على كلام الكتاب المقدس، لان كلام الكتاب المقدس ده في قلبنا وللصلاه، مش ان احنا هنقول النهارده هنقوم ايه وناكل نشرب ايه وهنعمل ايه. فاحنا ما عندناش فكره لا حزب ديني ولا مرجعيه دينيه ولا فكر ديني قائم، لا في برنامج الحزب ولا الاقباط عندهم هذا الفكر. الاقباط دول فيصل وطني دايما جوه البلد بيحب ويريد ان يتعامل زيه زي المسلم
لأنه هو ده راح دافع عن البلد دي، حارب من أجلها، دم وسال من أجلها كل اللقطات. لا وكمان يوم ما قامت الثورة كان واقف كتف بكتف هو ومسلم ومشبكين إيدينا حوالين إخواننا المسلمين هم بيصلوا بالظبط. فبالتالي إحنا ما إحناش مجموعة عايزة تنفصل بذاتها وتعيش، بالعكس إحنا عايزين نخش الأحزاب التانية. وإحنا كحزب لما بننزل، وأنا عايز أقول لك بننزل في أي حتة تانية، بيجي لي ناس من أحزاب، شباب من أحزاب تانية، يعني بننزل مناطق تركيز برضو ما حدش نزلها من الأحزاب الأخرى. فأنا مثلا عملت ندوة في صملوط من كام يوم والناس جت ما تفوش، ولا حزب جه عمل ندوة بأي شكل، وجاني الناس اللي هم في أحزاب تانية مختلفة عايزين يخشوا، قلت لهم لا، احنا هدف ان اللي ما شاركش يشترك، مش الهدف ان احنا نسرق من العشرة اللي هم اشتركوا، خليكم في الحزب اللي انتوا فيه، احنا عايزين ناس جديدة. فاحنا برضو عشان فيها الناس بتقول ده عاملين دوت عشان يضعف المصريين الأحرار او يضعف اتجاه الليبرالي، بالعكس احنا داخلين معاهم في ائتلاف وقدمنا ورق الانضمام للتكتل الليبرالي، وما بنضعفش الأحزاب التانية، احنا بنقويها، احنا بنوجد عضويات في اماكن يصعب على الاحزاب الثانيه الوصول لها او ما وصلتلهاش لسه، لانه المجال واسع، البلد فيها 80 مليون محدش قادر يوصل، تستحمل لسه احزاب، تستحمل كتير قوي، ما تقلقش. اتمنى لك التوفيق واشكرك جدا مايكل منير، شرفتني. اهلا بيك. بعد الفاصل، مجموعه من المصريين الشرفاء ذهبوا الى الصومال عشان يساعدوا اخواننا الصوماليين في المعاناه الشديده التي يعانوها. بعد الفاصل، الكابتن نادر السيد والفنانه حنان ترك ممثلة الإغاثة الإسلامية كانوا في الصومال، هنشوف تجربتهم في الصومال، هنشوف بعض اللقطات اللي التقطت هناك، هنشوف حجم المعاناة اللي عايشينه إخواننا في الصومال بعد الفاصل.